طيب انت شايف ان سوارش يعني هو اللي اختار الامثل دلوقتي؟ يعني في تخوف شويه من الجماهير ان هو ما عندوش مثلا خبره افريقيه، خبره بالدوري المصري، ما لعبش في الدوريات العربيه قبل كده، هل ده مناسب يعني ولا ملوش علاقه؟ هو اكيد ان في مغامره، اكيد طبعا في نسبه مغامره في الاختيار، مشابهه لنسبه كان في مغامره في اختيار مانو جوزيه في 2001 بدون تكييف، برضه كان في مغامره في اختيار ريني فايلر في 2019 مليون في الميه، اكيد طبعا في نسبه مغامره. بس الاهلي ما يستحملش دلوقتي اي مغامره الحقيقة. هو الفكره بس عشان ده منتصف الموسم بالزبط. يعني جوزيه لما جه في الولايه الاولى كان جه في الصيف، ريني فايلر كان جه بعد نهايه موسم وجه في بدايه في كاس وفي دوري، سوارش جاي وعارف ان هو هيلعب في منتصف موسم والدوري النادي الاهلي يفترض يعني هو بيقترب من الصداره وعنده مساحه ان هو يتصدر الدوري فرق 5 نقاط اذا فاز في عدد المباريات اللي هي الفرق عنه عن نادي الزمالك، وبالتالي ربما تكون مغامره. طبعا هو جاي يعني زي بيقولوا ايه، جاي مضار للنار بالزبط. ما فيش اي اعداد، ما فيش اي خطه، هو مختارش حتى اللعيبه يعني حتى مدرب الاحمال نفسه مش هيقدر يحط خطه طويله الاجل، ده هو هيحاول على قد ما يقدر يشوف الاجنده لغايه يوم كام فيحط النهارده الاحمال البدنيه عشان اللعيبه تقف على رجلها لغايه ما بس يخلص مش هيقدر هو النهارده يعمل اي شيء. فهم هم يعتقد قبلوا المهمه طبعا اكيد بتاثر بتكبر اساميهم مليون في المية. النادي الأهلي يعني اسمه يتقارن في البرتغال ببنفيكا، بورتو، الفرق دي، بس لكن طبعا يعني جيل فيسنتي اللي جاي منه سوارش فريق هو كان لسه باقي له سنه في العقد بتاعه. لا بس هو كان مرشح، خلي بالك برضو عشان برضو نقول الحق ان ريكاردو سوارش من 3 شهور كان مرشح بقوه لتولي تدريب سانتوس البرازيلي، وكان يعني كل وسائل الاعلام في البرازيل بتتكلم على ريكاردو سوارش ان هو يبقى مدير فني لسانتوس في البرازيل، بس ما يعني ما حصلش نصيب ساعتها وما توفقوش في المفاوضات مع بعض. في كل الاحوال احنا خلاص بنتعامل مع ريكاردو سواريش ان هو المدير الفني الرسمي للنادي الاهلي، هياخد التجربه وبعد فتره اكيد هيبقى في تقييم للوضع. الناس هنا معترضه بتقول لك ما اسموش سواريش، اشرح لنا بقى ليه؟ يعني الناس بتقول لك اسمه سواريش، ريكاردو سواريش هو بص عشان اجيبها لكم من الاخر عشان تريحوا دماغكم، سواريش هتبقى مشكله عند مين؟ عندنا احنا الناس اللي بتكتب في المواقع، هي دي المشكله. هو اسمه ريكاردو سوارش. ليه الناس بتقول عليه سوارش؟ يعني انت لو فتحت اي فيديو للقاءات صحفيه لريكاردو سوارش في البرتغال بعد المباريات كل المراسلين يعني كله بيقول او حتى التقارير كلها بتقول ريكاردو سوارش، لكن هو على المستوى الشخصي ما حدش بيقول له سوارش دي خالص كمان خالص، كله بيقول له ريكاردو. بس خلينا في ريكاردو يا جماعه عشان ما نختلفش مع بعض، يعني زملائنا المراسلين يرتاحوا، وانت في مؤتمر الصحفي وانت بتتكلم معاه في النادي بتتكلم معاه بعد الماتش رايح دماغك، خلينا الناس بيقولوا ريكاردو ويقول السؤال عشان نختلف على اسماء بسيطه، يعني بيقول له يعني اسمه بالكامل، لكن هو في الكتابه ريكاردو سوارش طبعا.